الغالي هاي الكرسي قرينا عبر نقرأ صورة الناس قل أعوذ يا رب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجلة والناس لا نقوم خلينا عارك أنا ملك خلاف الجو طالب وهو الشيطان أجعلني لا نقوم عن طول خبي بعض البلاد جاني لقاعة الاجتماع يبكي قال لي مجيك أدخلوك شكون شو قتلني قال لي سمعت راسة الغنم وعليها قال لي خاطر انت تلبس صباع كسوة وصنار كسوة ولا شيء كسوة وحار حار مع حمرة في عار العزب حر دستوري تونسي يكون فيها ساعة في خسرة ليه 1932 اللي قال يسم اتصال مجلس يجيب لكم مية صغيرة كبيرة بين 900 يدوروا بالقرى والجبال واش يقول ولدت شاب من مستي فيا جبية تولي طيب ولدت شاب من مستي بيا جبية تولي العالم حي قولي علاش ما نشوفش للموضوع من كل الرياض والجبال والقرى فقط لأن هذاكم تواسى الأحرار هذاكم استقرائي هذاكم يمنوا إمام قوي لآية الكرسي هذاكم يمنوا إمام إمام قوي الله جل جلاله أعظم عالمي أما المدن كتونس الكبرى كصفاقس كقيافز كسوسة هذاما مسؤولين تبعهم أبناء الشيطان أبناء الشيطان سلفا فلوس درجة عاشرة لازم تكتب 10 دول يجر بربحته ياخذ الرزمة عب بوليسي عب حارس الجيش الوطني الجيش صورة للوطن يحميك أيام المحن باب يقول القائد صحيح إدارة المخ فوق اللي بقرب العالم سميها الله سبحانه وتعالى الإدارة العلمية خاصة لله سبحانه وتعالى هذا المخ تبتي ياسر وبعرفتها كوغا مصر وقت ترامب نتنياهو الله وافق اقترحت عليه باش يكون مستجار تعالى الناطق الرسمي باسم الله جل جلاله وبقى ترامب هو الله اكبر العالم فوق الارض يعني ترامب يطور في فلوريد الله أكبر تعالى فوق الله وافق الله سبحانه وتعالى
ما اسمعني خليه يسكت. الله سبحانه وتعالى قال لي يسكت.